عودي معكم للمتابعة واتصالاتكم المباشرة مع كارلا بخفيف نظيف وأسئلتكم يلي أمامي من رقم الواتساب 03-010-533. بونجور كارلا. بونجور جوزيف. كيفي؟ ماشي الحال. كمان عن جديد عاد عليكي وعلى كل المشاهدين. وعلى كل المشاهدين يا رب. كارلا عم بقول اليوم انه لازم الانسان يفتح صفحة جديدة ورا كل عيد، لأنه هيك بيقعد بيعمل مع حاله، بيرجع لورا، شو غلط شو صح كذا، وبيحسن لينطلق انطلاقة أفضل. أفضل، صحيح. فكرتي بالموضوع؟ فكرت بالموضوع. رح تتفاجأ. إنه؟ ما بغير شيء بحياتي. عم تحكي جد؟ ولا شيء؟ ولا شيء. يمكن بشتغل اقل شوي. تشتغلي اقل شوي وهيك بتسلى اكثر. لا نحن بحاجه نشتغل اكثر تتسلي اكثر. اوكي ايه بحاجه للتسليه يعني بحاجه انه مش بتسلى. لا ما قصدي بتسلى، يعني انا بتسلى بالشغل يعني. ايه انا كثير بتسلى بالشغل، بحب بحبه يعني بيسليني. بس انه بشتغل يمكن اقل. ممكن انه تاكلي اكثر شوي يعني؟ لا ما بحاجه. ما بحاجه على قد انه كل شيء عم باكله ماني مشتهي شيء. اذا عندك صحن قدامك وبتحبي الاكل كثير وحسيتي بأول إحساس شبع وبعد في كم لقمة بتكمليهم؟ لا ما أنا هيدا السبب الجدال عندي شوي بالبيت وبالعائلة، إنه بيقولوا لي توقفت على هيدا اللقمة. أوقات بتتوقف على هيدا اللقمة إنه انزعج منها. طب إنه معقول؟ طب أنا أهلي مثلا نحن وصغار بيقولوا لنا كملوا صحنكم، في عالم بالصين عم بتموتوا من الجوع. صحيح. لأنه بعد نحن ما حنشوفهم. لا بس جوزيف مزبوط، في عالم بالصين، في عالم هون وفي عالم بيناتنا. إيه اللي عم تحكي مزبوط. مشان هيك من الأول الواحد يسكب قليل، لأنه ما بدنا نكب أكل لا للصغار ولا للكبار. نفسر للصغار، خاصة الصغير ما لازم تجبره إذا هو شبع، لأنه الولد وقت يشبع شبع. بالعكس عم نعمل شيء غلط، عم نزعجه إذا عم نعوده يأكل أكتر إذا جابناه خلي السحنة. وعم نوسع المادة. لهالسبب بقول من الأول اسكبه قليل، بدل ما نسكب 3 ملاعق كبار رز منحط ملعقة. شو أطيب أكلة عندك؟ بطاطا مقلية. نفس أنا وياك عندنا. والورق عنب. إيه طبعاً. كل أبع كل أشكاله، بلحمة بزيت. تحب الفرنش فرايز؟ كتير. شوفوا قد إيه طبيعية. بس مش فرنش، مش حيلا فرنش فرايز. إيه بعرف البيت. لا البيت بس تبع البطاطا الحلوة. عم تحكي جد؟ جربها جوزيف. ما فيها أكتر كالوريز البطاطا الحلوة؟ لا بالعكس، فيها كالوريز أقل، فيها فايبرز أكتر. حتى لو طعمتها حلوة، البطاطا الحلوة حلوتها فيها كالوريز أقل من البطاطا العادية. صح، نسبة النشا اللي فيها أقل من البطاطا العادية. أنا سوري رح أقول خبرية هلا ما تنزعجوا، لأنه أنا كمان بحب كتير البطاطا. بس قريت كتاب اسمه جومانج دونك جو ميغري، دايما بحكي هذا المثل. عن البطاطا. أنا ما بحبه هذا الكتاب. اكتشفوها من 500 وشي سنة، كانت وقت اكتشفوها أكل فقط للخنازير. هلا في كتير مدارس ضد البطاطا، في كتير توجهات انه البطاطا منا غذاء نحن ناكله. بس انه بالنهايه كل شيء تطور وكل شيء عم بيتغير. هلا بعد شوي، بعد 20-30 سنه يمكن يصير ناكل صراصير وقت يبطل في مصدر للبروتين غير الصراصير. الله لا يعيشني لهاللحظه. او الدوده. يا رب تسامحني. بس انه ولا ممكن نوصل. هلا واصلين لنا مطارح انه انا واصلين لنا يا بلدان اللي واصلين لنا مطروح عليهم. في بلدان مصدر البروتين عنده هو الحشرات الصغيره. هلا بين من زمان كانوا ياكلوا، ما ياكلوا بطاطا صاروا ياكلوا. من زمان كانوا ياكلوا الخبز الاسود، بعدين صاروا يترقوا عملوه ابيض وصار انه خبز يعني الحنطه السوداء اللي هي مع. هلا عم نرجع لها انه لتشوف الدنيا بتتغير. ولا رح نرجع لها، ولا بنصح حدا يعني يفكر بالموضوع. تفضل ناخذ بروتين من الحبوب معنا. سوري ما سمعت الاسم مزبوط. اتصال سعاد. ايه صباح الخير. صباح النور. انعاد عليك. وعليك يا رب. تفضلي شو سؤال؟ ايه عم تسمعك، تفضلي. الو اهلا صباح الخير. انا ب 56 عمر كله وعندي وزن، عندي بطن كثير. نعم. ما عارفه شو اعمل، وبالليل انه بحاول ما اكل بس بدي اكل. عندي شهية للأكل. أوكي سعادة، لأول شيء مش غلط أنه تاكلي بالليل، بس مهم تعرفي شو تاكلي بالليل. يعني أكيد ما رح أقلك، أكيد بتعرفي أنه يفضل الواحد أنه ما ياخد مقالة، ما يطلب طبق دجاج مقلي وبطاطا مقلية وهامبرجر وكل هالتفاصيل كوجبة عند المساء. بس وجبة المساء فيها تكون مش مثل وجبة الغداء. إذا كانت وجبة الغداء أقل تكون وجبة العشاء أكتر، أو العكس.
ناكل اكثر شوي على الغداء لحتى عشيه ناكل اقل. يعني هيدي فكره انه انا ما لازم اتعشى لحتى ما يزيد وزني مش مظبوطه. في كثير ناس ناس وجبتهم الاساسيه هي المساء. هلا مشكله البطن هي مشكله العصر، عند الشباب، عند الصبايا، عند الكبار، عند الصغار، عند الرجال، عند النساء قبل الولادة وبعد الولادة، وخاصة خلال مرحلة الطمس وخلال وقت اللي بتقطع المينوبوز يعني. أكتر شيء بيزيد الوزن حول البطن. فنحن هلأ عم نشوف شو ليش تبين أنه أكتر شيء عم بيزيد الوزن حول البطن والمعدة هو الأشياء اللي فيها سكر كتير، مثلاً كل انواع العصير، كل المشروبات غازيه او غير غازيه فيها سكر، كثره الحنطه البيضاء. يعني انا باكل كثير مثلا بيتزا، كرواسون، مناقيش، خبز ابيض، هيدول زيادتهم ما عم بقول انه لازم نوقفهم كليا، يا ريت فينا بس ما بنقدر، بس ناكل منهم اقل بكثير، يكونوا هدول مثلا مره بالاسبوع مش اكثر، ونركز اكثر على الحنطه السوداء اللي هي الخبز يلي مصنوع من الحبه الكامله، الحبه مع قشرتها مع كل الفوائد اللي فيها. ف وما نتحرك بالنهايه، انا اذا ما بتحرك عضله المعده ما بستعملها. نحن وقاعدين جوزيف ما بنستعمل المعدة ابدا ولا البطن، يعني هيدا عضل شبه يعني حتى اذا بتحكوا على التليفون وبتطولوا بالاتصال فيكم تمشوا او بلعوا بطنكم انتوا قاعدين ومشوا ومشوا مشوا على التليفون. يعني طول ما نحن عم نتحرك طول ما نحن وتروقوا مثل الملك، تغدوا مثل الامير وتعشوا مثل الفقير. بس مش بالضروره كمان هيدا المثل منه 100% مظبوط، اليوم مش ضابط انا وياكي الموضوع. لا بس لانه جوزيف في عالم ما فيها تاكل وجبه اساسيه غير المساء بحكم شغله يعني. انا اكتشفت شغله كمان، انه السوب يلي معموله بطريقه صحيه طبعا مش فيها زبده وهذا ممتازه اذا ما ما بتخلي رواسب بالبنصران، هذه كانت سهله للهضم وبتشبع وكلها فوائد. صح. سهام ماري، ماري الو. اهلا مدام ماري. بونجور. بونجور، ينعاد عليكم. وعليك يا رب. بس بدي اسال المدام، عندي ابني عمره 13 سنه وهي عم تحكي عن البطاطا، بيبصرها بنومه لو كل دقيقه بدي اقلي البطاطا ما بيقول لا. انتم معودينه يا مدام. معودينه بس ما بيقتنع. انا عمره 13 سنه بيقول لي ماما تيتا نايميني حدا، بدي اخذ بستان طويل عريض وكل يوم بدي اكل بطاطا. بقول له ما بيسوى يا تيتا، هو معه شويه كوليسترول كمان. وبعدين قد ما بياكل بيقول لي جوعان. شو العمل؟ اوكي، هلا اول شيء اللي قد ما بياكل بيقول لك جوعان، بدنا نشوف شو عم بياكل. يعني لو اكل بعد نص ساعه بيقول لي تيتا انا جوعان بدي اكل، جوعان يا تيتا هلا اكلت، بيقول لي لا بدي اكل جوعان. هلا هو عنده وزن زائد؟ خمسين كيلو على 13. وطويل الصبي؟ ايه طويل، اسمه طويل منيح. اوكي، هلا طبعا مدام ماري صعبه انه كثير نفوت بالتفاصيل انا وياك ليش ما عم بيشبع، لانه في كثير امور معقول تكون تسبب هالشيء، ممكن يكون عنده مشكله بالمصران، ممكن يكون عنده دود بالمصران الى اخره، مشان هيك ضروري تشوفه مع الطبيب اذا في عنده مشكله بجهاز الهضمي. هو بيقول لي جوعان، بقول له لا، انا بدي اروح لعند الحكيم، ليه نضل جوعان؟ ايه من هيك لازم نشوف ليه بضل جوعان، اذا خاصة اذا عم بياكل وجبة مظبوطة، يعني اذا عم بيتغدى بياكل اسم الله بياكل كثير وبياكل خبز كثير وبضل جوعان. اوكي، يعني اذا عم بياكل طبق تنقول كب بلبن على الظهر واخذ معه سلطة ما بيقدر بعد نص ساعة يقول لك جوعان. خضرة ما بيطيق الخضرة، اذا بترجع بياخذ خيارة. طيب ليكي اول شيء بنصحك اياه هو انه نشوف ليش، يعني لازم نروح عند الحكيم نساله. بيعرف الطبيب شو يسالك الاسئله او يطلب منه فحوصات، يعرف ليش عنده مشكله عم بيجوع، اذا في عنده مشكله بجهاز الهضمي، اذا لقى بيكون الصبي عم بيكبر وبده طاقه اكثر او زهقان بده ياكل. ما لازم ننسى كمان انه ممكن يكون زهقان ما عنده شيء يعمله، بده يتسلى بالاكل كمان، هاي لازم نفكر فيها، يعني ضروري
ننتبه على موضوع الزهق عند المراهقين، 13 سنة مراهقين بيعبوا وقتهم بالأكل إذا ما عندهم بالأكل. بالنسبة للبطاطا المقلية، هلأ طبعا في عدة طرق، أنه في عندك المكنة اللي بتقلي من دون مع ملعقة زيت لكل المنطقة، لكل الكمية، لكل المنطقة منيحة لكل الكمية هيدي بتنفع. فينا نعمل بطاطا مقلية بالفرن وفينا نعمل بطاطا مقلية بالزيت، بس أهم شيء أنه أنا ما استعمل الزيت اكثر من مرتين، مره بيكون احسن، او حدد الكميه، يعني حتى لو اكل كل يوم راس بطاطا مقليه بنقول ماشي الحال اذا كميه قليله، بس نجرب نقول له اوكي نقطعها، اذا مش كل يوم نقطعها مثلا مرتين بالاسبوع. بس انا بدي لك شغله، انا بتصور اعتقادي وخبرتي بالحياه مع اذا ما عندهم شيء بدون يضلوا وقتهم بالاكل، وبهالعمر عمر المراهقه عم ينقلوا من مرحله لمرحله وعم يكبروا كمان، عم يكبروا بتصور انه بياكلوا كميه اكثر من بعد شوي ومن قبل. صحيح. يعني هذه كمان بتاخذوها بعين الاعتبار، يعني بس عملوا الفحص مش غلط. المراهقين اجمالا جوزيف بيكونوا على طول جوعانين. صحيح. يعني هلا الفتره 13 سنه ل 18 هو اللي عم يكبروا فيها، اكثر فتره بيطولوا فيها واكثر فتره. قبل ما ناخذ سيف الدين، بس نحن بنعود اولادنا انه يحبوا البطاطا او يحبوا الخضره او يحبوا من اول ما بلشوا بقبل مظبوط. مظبوط، يعني كل ما انت من الاول ما شوف فكره البطاطا المقليه هو لانه الممنوع مرغوب. نعم. يعني عند الاولاد دائما بنقول له لا كل جزر ما تاكل بطاطا مقليه. نعم. فبراسه البطاطا المقليه هي الممنوع، بصير بس انا ما كانوا يمنعوني عليها انا وصغير، بس بحبها. ولا انت كنت يمنعوك عليها؟ لا ما كانوا يمنعوني عليها، بس بحبها. بعرف اولاد ما بحبوا البطاطا المقليه. ما انا استغربت هذيك يوم طلع فيهم انتم اوت اوف سبيس. من وين جايين؟ ناخذ سيف الدين. صباح الخير. صباح الخير، كيفك سيف الدين؟ الله يعافيك، كيف صحتك؟ يعاد عليك يا خيي. بدي اسال دكتوره، وعليك ان شاء الله، بدي اسال دكتوره كارلا اذا كان الصفار البيض بيعمل كوليسترول، اذا الصفار الصغير قديش مسموح ياكل بالاسبوع؟ اوكي، سؤالك اذا الصفار صغير ما هيك؟ لا الصفار اذا بيعمل كوليسترول، بس بالأول سأل إذا صفار صغير. هلأ أنا بس لنقول أنه نحن مؤخرا عم نحكي أنه بيقدر الواحد يأكل بيضتين بنهار من دون أي مشكلة، حتى ولو الصفار في هو اللي بقلبه الكوليسترول. هلأ صفار صغير أو صفار كبير، إذا فهمت سؤاله، طبعا إذا كانت البيضة أصغر كمية الكوليسترول بالصفار بدها تكون أقل، بس بضل فيها كوليسترول. هلأ لنقول لنطمن المشاهدين الكل أنه مش الكوليسترول اللي بقلب صفار البيض هو رح يعلي نسبة الكوليسترول بالدم. فمن هيك منقول لا، حتى للناس اللي عندهم نسبة كوليسترول عالية بالدم مش مشكل يأكلوا بيض. نعم. حتى مع الصفار. هلا أوكي منقول له ما تأكلوا كل يوم 3-4 بيض، أنه قطعوا مرتين بالأسبوع بيضتين ما في أي مشكلة. حتى كل يوم قلت فيه المرة الماضية فيها يأكل بيضتين، لأنه تبين أنه الصفار صحيح، بس بضل الواحد عنده تحفظ بضل خايف ومتحفظ. يعني مثل ما تقول مش صفار البيض اللي بعلي الكوليسترول، بتعلي الكوليسترول هي ستريس يلي بيجي منه حياة. مثل ما انا عم قلكم غيروا حياتكم للافضل، شو بتغيروا لتنزلوا الكوليسترول. هلا جوزيف الستريس اكيد شيء مبهم. نعم. يعني بنضل نقول للناس هيدا الستريس عم بيخليك وهيدا الستريس، هلا يمكن يكون مزبوط، بس هل يا ترى الستريس هو رح يعلي كوليسترول بالدم؟ انت بتعصبي؟ ما بعرف، اكيد بعصب طبعا، مين في انسان طبيعي ما بيعصب؟ كيف بتعصبي؟ شي نهار بفرجيك. لا بس مش على الهواء. لا ما بفرجيك، عم طلع فيه بالقلب كمان. لا ما بدي بس هيك، بدي مش على الهواء. ثانك يو كارلا، شكرا لك. رح نروح نحن وياكم عند شيف حسين اللي اخذ قرار انه يغير بحياته، يترك الارجيله. برافو برافو شيف.